اهلا اهلا. اذا اليوم على هانا تجرب، راح نجرب اليوم مسكارا جديده بالنسبه لي، وبدي اعرف اذا راح تكون الصيحه الجديده بخصوص 2017 لشهر 3 او الاشهر اللي جاي ب 2017. فاليوم على هانا تجرب، راح نجرب مسكارا لون زهري. اعيد واكرر، مسكارا لونها زهري. لحد الان بعرفش كيف راح يكون منظر الموشي فيها، ولكن هنجربها. وكالعادة بحب اعرف منكم اذا عجبكم هذا اللوك، ما عجبكوش هذا اللوك. فكالعادة عندكم تحت الكومنتات، وبتكتبوا تحت اذا عجبكم او مش عجبكم. فخلينا هلا نبلش بالفيديو. اوكي، اذا هي عيوني بلا مسكارا، وراح هلا نجرب المسكارا. اوه واو، ظاهر على الاخر. دام اوكي، خلينا نشوف كيف راح تكون على رموشنا. أنا خايفة. بعدي شايفة واو، بس بعدي شايفة سواد جوا. بس واو، شايفين شو الاختلاف من هاي من هاي؟ إذا منظره غريب على الآخر، بما إني حاطة هون كمان آي شادو، هون زهري. اسمي مش عجبه المرة، ولكن دام إشي غريب. مكيفة عليه صراحة بنفس الوقت، لأنه إشي غريب. أنتوا بتعرفوني بحب الأشياء الغريبة، يعني بتعرف هذا الشيء فيه. واو، طلع شايفة مبين مسكارا على الشعر. عنجد؟ هي العين بتعرف ايه يا مش حلو؟ مبينك مبينك زاف غرموشك. It looks like you're, it doesn't look bad. It looks like a weird trend. It looks like you killed someone and their blood just came on your head. What? يا سيدي اوكي، مبينك انه قتلت حدا والدم اجى على رموشي. لا مبينك زاف غرموشك هذا. عنجد؟ مش حلو. اسمعوا، حلو انه هيك التغيير لمرة مغا لمرة. و I don't know، على فكرة عاجبيني. بغزو I don't know why. انت عم تحكي بغزي بس انا عاجبني. اوكي خلوني هلا اجرب بهي الشقة. اوكي، اذا هاي اللوك على العينتين، عندكو هون الشمال وهون على اليمين. وعلى فكرة نزلته لتحت على الرموش اللي تحت، انتو شايفين. انا صراحة عاجبني، ولكن ما اعتقدش راح البسه طول حياتي هيك او احطه هيك طول حياتي. I don't know، عجبني بس جنن. اوكي، اذا هاي هذا اللوك النهائي. الصراحه انا بطلع من بعيد كانه عيوني I don't know دبلانه على الاخر. كنت ماكل اما بوكس او ايش، لانه لهالدرجه كتير كتير زهري. بس I don't know، عجبني. لا ممكن اطلع فيه لحفله تنكر او اشي، I don't know، بس عجبني. حاب اعرف بخصوصكم، عجبكم او مش عجبكم؟ اكتبوا تحت بالكومنتات. اذا لايش مناسب انتم بالنهايه نفسكم تحطوها. واو، انا بالنسبه لي اللي بقدر البسها هيك بحفله تنكريه، او اذا طلع مع الصحبه ورسمة على وجهي لحفله خاصه. بس يوم عادي ما اعتقدش. هانا من المستقبل، في مشكله واحده عانيتها. اذا هاد المسكار ما قدرش ينقاب مهما حاولت، فاضطريت مني هي استعمل بس فازلين. استعملت قد ما بقدر من اللي بقيم المكياج، ما زبطت. حاولت وحاولت، قعدت نص ساعه احاول اقيم فيهم، و حد الان معظمهم عيمات. بس يا فديروا بالكم بالعربي، ديروا بالكم. على ما اعتقد مش رح استعمله كتير زي ما انا فكرت رح استعمله. ف يا اوكي، اذا هلا خلينا نحكي عن المنتج. اذا المنتج اسمه لاش توك كولر ماسكارا، وهاد من شركه ميشا، اوبس، اللي هي شركه كوريه. فانا بالنسبه لي عاجبني. I don't know. وإذا الناس كنتوا تشوفوا من وين المنتج، المنتج تحت بصندوق الوصف من stylekorean.com. إذا عجبكم هذا الفيديو بليز ما تنسوا تحطوا لايك، وإذا عندكم أي كومنتات حابين تكتبوها، إذا عجبكم ما عجبكم، إذا عندكم أشياء تانية حابين أنا أجربها لهنا تجرب. فيا اكتبوا تحت، لأنه الكومنتات تحت. وإذا أنتم مش عاملين سبسكرايب لقناتي، لإيش عم تستنوا؟ هي سبسكرايب تحت، فانزلوا تحت وادعسوا سبسكرايب. وإذا عاملين سبسكرايب ما تنسوا تدعسوا على الجرس، وبعدين تكتبوا تحت إنكم دعستوا، لأنه كل مرة بعمل شاورا لكل واحد دعس. فإذا بما جبت سيرة شاورا، اليوم الشاورا بروح له. ماشي حبايبي وحبايبي، حاب انهي الفيديو هلا. اذا حابين اعمل كمان فيديوهات بخصوص هانا تجرب، راح اكون عامله كمان فيديوهات، فترقبوا، راح يكون في كمان فيديو عن قريب. ماشي حبايبي، حابه هلا انهي الفيديو، احكي لكم بحبكم، بعشقكم، وبموت عليكم. باي باي.